السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وربنا سبحانه وتعالى أكرمنا في آخر يوم بأننا نلتقي مع مسجد الهجرة. مسجد الهجرة طبعا بحثنا عن المسجد منذ أن وصلنا إلى هنا بمدينة فيشي، لكن سبحان الله قدر الله عز وجل أن نكون في آخر يوم ويكون لنا اللقاء مع فضيلة الشيخ شعيب من المسجد اللي أكرمنا ويعني قابلونا بكل ترحاب، هو وأبو محمد الأستاذ فتحي، فشرفنا بهم جدا. هيكلمنا طبعا هنا عن بعض أنشطة المسجد في عجالة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم شعيب من المغرب، أصلا من المغرب، يعيش في فرنسا في مدينة فيشي مدة تقريبا 30 سنة، لي أولاد ولي. المهم أنا سعيد بالإخوة المصريين اللي جاونا يزورونا في مسجدنا، ولهم مستوى عالي بصراحة. أنا غير سمعت القراءة، والله إنني عرفت أنهم في مستوى عالي. نطلب الله تعالى يكون هذا اللقاء يتكرر مرة أخرى إن شاء الله، يجيو عندنا ويجيو عندنا ديريكت كاع كما تقولوا إن شاء الله. ومرحبا بكم، وكنسلم على المصريين كلهم وعلى الإخوان وعلى الإخوان المصريين، وراه عندنا معهم أخوة كبيرة، وديرا كيعرفوها، كل شيء كيعرفها. الحمد لله الحمد لله وشكرا. بالنسبة للمدرسة التعليم القراءة هنا والعربية، كيف ينتظم الطلاب ويواظبون بين دراستهم في الدراسة النظامية بالمدارس الحكومية ويأتون إلى هنا؟ كم يوم يأتون؟ كم ساعة يقضون؟ يوما في الأسبوع، في يوم الأسبوع في يوم السبت عندنا حصتين، حصة في الصباح وحصة في المساء، ومقسمة على أربعة أفواج. فوج للقراءة تلاوة القرآن، وفوج للقراءة للعربية، خاص للعربية، لأستاذة عربية، وعندنا أستاذة كتقري القرآن. هذا هو اللي باش فرقوا هذا الشيء. في أي مرحلة من العمر يعني بتبدأوا مع الطلاب؟ كم سن الطلاب الذين تبدأوا معهم؟ العمر كيبدأ من 6 سنوات، 6 سنوات، 6 سنوات كيبداو الدراري، وكنفرقوهم على أفواج. فوج الكبير كنفرقوه على 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 الصباح أو المساء. شوف كيفاش كيت المعلمه اللي كتختار هي اللي كيناسبها بالنسبه اللي غتعلم في الصباح او اللي غتعلم في المساء. هل هناك مسابقات تجرونها سنويا كما يحدث عندنا مثلا في مصر؟ لا، ليس، ما كاينش مسابقات، حيت هذا الشيء ما كاين. المستوى ضعيف، وفي الواقع حنا يلاه كنحاولوا الدراري الاطفال يتعلموا اللغه العربيه ويتعلموا يقراوا القران بعض واخا قليل. يعني افيك لي ريكومبونس مع الجوائز بيكون في يعني انكوراجمون؟ لا، دي زونكوراجمون كاينين كل اسبوع، كل الاوقات لي زونكوراجمون كاينين هما. لكن مثلا لا تجرون مسابقه مثلا سنويه في رمضان او في عيد الأضحى أو غيره يتنافس فيها الطلاب مثلا على حفظ كم من القرآن أو غيره؟ لا، ما عندناش. لا، دي ما حين سأل الأطفال. هل فكرتم في هذه فكرنا باقي دابا حنا نقول لك واحد القضية، لأن اللي عندنا دابا حنا المجموعة اللي تخرجات هاد السنة، حنا يعني حنا هما المسؤولين، حنا الجداد مسؤولين بيت، حنا اللي أخذنا هاد المسؤولية ديال المدرسة هذه وهذا المسجد كله. يعني حضرتك مقيم على المسجد هنا منذ كم من السنوات؟ أنا المسؤولية، أنا السنة الأولى هذه باش بديت هذه المسؤولية، هذه السنة الأولى، وباقي ما الله كنسيروا الأحداث اللي هي غادي نعرف، حيت باقي ما عندناش داك الشيء اللي بغينا، باقي ما وصلناش بصراحة. حنا عندنا واحد المجموعة مجتهدة بصراحة، مجتهدة وكتعمل كل جهدها باش توصل الدراري وباش تقريهم، ما كرهناش، ولكن يلاه بدينا. حيت كان شوية داك الشيء كنهبط عندنا بزاف، المستوى كنهبط كثير. ودابا هاد السنة ما كانش عندنا دو جروب، صافي ما كانش عندنا فوجين. دابا كنهضر فرنسي بعض المرات كننسى، سامحوني كننسى الفرنسية، كننسى الفرنسية والعربية، العربية ولات عندنا كنطو الظروف فيها.
كنسوا الظروف العربية. يعني هل يوجد دروس علمية لتعليم الفقه مثلا أو الصلاة أو غيره في هذا المسجد؟ لا ما كاينش، لا لحد الآن ما كاينش، لحد الآن حنا عند المستوى اللي عند الناس ضعيف بزاف. طيب تعليم الطلاب الصغار هن يتضمن قرآن وقراءة عربية فقط؟ قراءة عربية وقرآن فقط، ليس هناك أدب إسلامية مثلا؟ لا أو لا 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 ما كاينش دروس خارج عن اللغة العربية. يعني اللغة العربية والقرآن صافي هما اللي كاينين فقط. صافي هما اللي كاينين. طيب يعني هل ما فكرتم مثلا في أن تديروا يعني هذه الحلقات، حلقات لتعليم الصلاة، لتعليم الأدب الوضوء؟ لا ما عندناش وما عندناش الوقت ليه، الوقت اللي ما كاينش، لان الاطفال اللي كيجيو هما كنجيبوهم بالزز بعض المرات كان ما كيبغوش يبقاو يتابعوا معنا دائما، كي ديما كي عندك ما كيواصلوش مواصله كامله. احنا مازال كان هذا العام درنا نشاط كبير باش نجمعوهم ونخليهم، وجبنا الاباء ودرنا لهم مجموعه وهضرنا معاهم وشرحنا لهم اننا راه كنحاولوا هذه المره، اول مره احنا كنحاولوا باش نخرجوا الدراري في هذه السنين اللي باقا لهم، نخرجوهم على الاقل يكون عندهم واحد الشهاده ابتدائيه اللي يقدروا يهضروا بها ولا العربيه ممتازه او يقراوا القران بقراءه ممتازه حتى هي. وهذا هو اللي وهذا ديجا راه بالنسبه لنا احنا اللي با راه ماشي ليس سهلا. سعدنا طبعا بلقاكم، ونسأل الله عز وجل أن نجتمع في الحرم إن شاء الله. ثم في الجنة إن شاء الله طبعا. إن شاء الله إن شاء الله، والله لتمنى ذلك، تمنى ذلك إن شاء الله. أنا ما كان ساليش دابا كاع في واحد الوقت، ولا عندي لأن تكلفت واحد المسؤولية وما كنتش منتظر لها، أنا براسي ما كنتش منتظرها، أنا ما تعطاتني وما كنتش مستعد لها، والله ماشي مستعد لها. وليت كان حيت عندنا إمام اللي كيدير الخطبة، انا كان رومبلاسي بعض المرات، كان رومبلاسي شي مرات الا ما كانش هو موجود، وانا اللي كنقوم بالصلوات الخمسه، وهذه غير كلها اجتهادا مني، ما والله لا كتسمعوها باش تعرفوها ودوها معكم، راه بدوني والو. وكل بعض المرات من جيوبنا. حضرتك بتعمل في اي مجال خارج المسجد؟ انا صافي، انا تخرج شحال هذه، كملت انا عندي روتريت شحال هذه، انا روتريت يعني كم سنه؟ سنين هذه 78 سنة. ما شاء الله 78 سنة ما شاء الله يتقبل منك. أنت قدر ابني، والله العظيم أصغر من صغر واحد أصغر من بنتي. أنا الحمد لله، الله يبارك فيكم، 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 الله يبارك فيكم. اخويا الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، ما كاينش مشكل والله. احنا كون جيتو انا لواحد الاخوان اثنين جاو هنا ما بقاوش يتفرقوا معايا، كل خرا كيتلاقاو ان شاء الله. والله الا دوزنا اسبوعين كانوا خاضوا عطوني النمره التليفون ديالهم وقال لي والو بقاو. والحمد لله الحمد لله، لان الكلام الكلام والمستوى والعقل والانسان خص يكون لا بدا لا بغي الا بغي. حيت شوف واحد القضيه نقولها لكم، انسان في العالم كله هو انسان. نعم ماشي في فرنسا او لا في امريكا ولا حطني فين ما بغيتي، هزني قلت لهم واحد مره، قلت لهم هزوني وحطوني في مرشق فين ما بغيتوا اي بلد وتلقوني انا هو انا. نعم. وفي المستوى انا هو انا وربما نزيد، وهذا هو اللي ومع ذلك وخا السن وخا بعض المسائل الحمد لله. ربنا يعينك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، امين يا رب العالمين. شكرا. والمهم انا كنشكر الاخوه المصريين كلهم والله العظيم، عندي ذاك بعض المذيعين اللي كيديروا البرنامج ديال منهم سميتو ذاك اشرف غريب مذيعين لا كيدير داكشي ديال الشيعه، هذاك البرنامج ديال الشيعه ضد سميتو قناه الصفا. قناه الصفا قناه الصفا كاين قناه الصفا. ايوا هذا مسكين مات، سميتو اللي مات صابر، الله يرحمه. كاين صابر، كاين ذاك سميتو اسماعيل وليد اسماعيل، كاين وليد اسماعيل، كاين اخوان، كاين ذاك اسميو الاخر
نسيت نسيت الاسم ديالو كثير كثير هما الحمد لله ما والله العظيم اثنين صديقين الشيخ محمد البغدادي واخوك حسن شحاتة حسن شحاتة شكرا اخوكم حسن حسن محمد البغدادي محمد البغدادي تعرفين السيف شكرا ما كاينش مشكل ما كاينش مشكل اخويا.